مع تدفق المئات على مطار كابول للفرار، واشنطن تعلق رحلاتها، ومجلس الأمن قلق من انتهاكات طالبان. الرئيس هادي يؤكد على الشراكة مع واشنطن في مكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة والتدخلات الإيرانية. مع بدء العام الدراسي، ميليشيا الحوثي تؤسس صندوقا للجبايات وتفرض رسوما غير مسبوقة على الطلبة. انتهاكات متعددة الأطراف في تعز، ومدير الأمن يشكل لجنة للتحقيق في مقتل 4 مواطنين من أسرة واحدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية التي سنخصص جزء كبير منها للشأن اليمني، ولكن سنبدأ من أفغانستان، حيث عقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا بشأن أفغانستان بطلب من إستونيا والنرويج. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن باستخدام كل الأدوات المتاحة لديه لوقف التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية. وأعرب غوتيريش عن قلقه من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في أفغانستان. بدوره طالب سفير الأفغاني بالأمم المتحدة مجلس الأمن باستخدام الوسائل المتاحة لوقف فوري للعنف واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. هذا ودعت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة ليندا غرينفيلد حركة طالبان إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في أفغانستان. ندعو كل الأطراف لتكثيف الجهود وضمان عدم عودة أفغانستان لقاعدة إرهابية، ونطالب حركة طالبان بالسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية. كما أكدت المندوبة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن أنه يجب ضمان عدم عودة أفغانستان كقاعدة إرهابية، مشيرة إلى ضرورة حماية الأقليات في أفغانستان وضمان حمايتهم. الولايات المتحدة تثمن جهود بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والتي تواصل تقديم المساعدات لإنقاذ الأرواح. خلال الفترة الماضية دعا أعضاء المجتمع الدولي إلى السماح لكل مواطن في أفغانستان بأن يعيش بأمان وكرامة، كما دعونا الأطراف في أفغانستان إلى ضمان السماح لرحيل الناس وحماية حقوق وممتلكات الأفراد. واليوم أعيد التأكيد على هذه الدعوات. أفاد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية الموجودة في محيط مطار كابول قتلت 7 مسلحين حاولوا الاقتراب من الجنود، فيما التقى جنرال أمريكي مع مسؤولين من طالبان لبحث عدم التعرض لعمليات الإجلاء من المطار. في مشهد مروع للغاية، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط مواطنين أفغان تشبثوا بعجلات طائرة في مطار كابول عقب محاولتهم الفرار من البلاد بعد استيلاء حركة طالبان عليها. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مقابلة مع قناة الاي بي سي إن خصوم الولايات المتحدة يدركون أنهم قادرون على تهديدنا، وحلفاؤنا يتساءلون حاليا إذا كان يمكنهم الاعتماد علينا في أي شيء. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع محاربة الجيش الأفغاني لحركة طالبان عند سيطرتها على العاصمة كابول.
الرئيس لم يعتقد أن طالبان ستسيطر على أفغانستان، وكان يعتقد أن القوات الوطنية يمكن أن تحارب. فقد أنفقنا تريليونات الدولارات لتدريبهم ودعمهم على مدى 20 عاما، وعندما أتى الوضع الصعب لم يقاتلوا من أجل بلدهم. نحن نخطط لعدد من الحالات الطارئة، منها أن نرسل عددا من القوات لتيسير عملية الإجلاء. والآن أخرجنا كل العاملين في السفارة الأمريكية قبل سقوط كابول. نحن نرى الأمور تتطور بشكل سريع، وبالتالي وضعنا هذه الخطة الطارئة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الحدث بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. بيير، ماذا يدور في أروقة واشنطن الآن بعد سيطرة طالبان على كابول بهذه السرعة؟ هل هي عملية مدروسة من جانب واشنطن وتوقيت الخروج مدروس، أم هناك خطأ ما؟ على الإطلاق ليس هناك أمر مدروس، ربما يكون هناك خطأ ما يتحدث عنه الأمريكيون حتى هذه اللحظة، بمن فيهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. قالوا إن عملية الانهيار تمت بسرعة فائقة، لم يكن الأمريكيون ينتظرونها، ويعود ذلك إلى أن القوات الأفغانية كان من المنتظر أن تكون متكافئة، أن تدافع عن نفسها وتدافع أيضا عن العواصم، عواصم المحافظات والولايات الأفغانية وأيضا العاصمة كابول، لكنها لم تفعل ذلك. عمليا يلقي الأمريكيون اللوم على القوات الأفغانية وعلى قيادتها بهذه العملية السريعة، وليس هناك أمر مدروس أو تحت الطاولة أو أن هناك خطأ أمريكي، هو خطأ أفغاني بحسب الأمريكيين. نعم. طيب، يعني لما نيجي نتحدث بيير، يعني حكم أنك متواجد في واشنطن سنوات طويلة وعلى اتصال واضح يعني بمسؤولين في البيت الأبيض أو في الكونغرس، لما نيجي نتحدث عبر وسائل الإعلام ونقول حرب خاضتها واشنطن لمدة 20 عاما ومن ثم خرجت في توقيت، البعض يرى بأنه توقيت خاطئ والبعض يرى بأنه قد تكون الحسابات خاطئة، كيف يمكن أن يعقل لواشنطن أن تتخذ مثل هذه الخطوة؟ ليس هناك مستشارين، ليس هناك مراكز للدراسات، مراكز إقليمية أيضا يعني تقوم بعمل دراسات استراتيجية سياسية لمعرفة العواقب التي قد تترتب عليها هذه الخطوة التي وعد بها الرئيس ترامب ونفذها الرئيس بايدن. كل هذا صحيح، ولكن هناك أمر واحد مهم، وهو أن القرار يعود للرئيس الأمريكي جو بايدن، هو رئيس الولايات المتحدة الآن، اتخذ قرارا بالانسحاب وهذا الانسحاب تم. هناك 3 معسكرات الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. المعسكر الأول هو المعسكر الديمقراطي وهو يؤيد خطوة الرئيس الأمريكي. هناك المعسكر الجمهوري وهو يعترض على خطوة الرئيس بايدن ويعتبر أنه صحيح كان هناك اتفاق بين إدارة ترامب وطالبان والأفغان بشكل عام حول المرحلة المقبلة، لكنهم أيضا يجب الإشارة إلى أن الانسحاب في زمن الرئيس ترامب كان مشروطا، في زمن الرئيس بايدن ليس مشروطا، وبالتالي أعلن انسحابا غير مشروط وحدث ما حدث. المعسكر الثالث وهو الأهم، وهو الأمريكيون بشكل عام غير مبالين بما يحدث في أفغانستان، ينظرون إلى المسألة على أنها مسألة إنسانية، والرئيس الأمريكي يريد أن يكرر لهم اليوم بعد الظهر ليقول أن لا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحارب في ميدان لا يريد الأفغان أن يحاربوا فيه. نعم. طيب، المتحدث باسم البنتاغون، يعني كان هناك خبر عاجل يقول وزير الدفاع الأمريكي لم يستقيل ولا ينوي ذلك، يعني ما الذي يجعل مثل هذه الأخبار تخرج؟ هل كان في أصداء عن استقالته مثلا؟ كانت هناك إشاعات كثيرة عن استقالات في صفوف الإدارة الأمريكية، هناك طبعا بعض اللوم على كيف تتم عملية الإجلاء وهل حدثت فيها أخطاء، ولكن جون كيربي كان يتحدث قبل قليل في غرفة الصحافة هنا في البنتاغون، أعطى بعض التوضيحات حول هذه القضية وأوضح مسائل أخرى لو سمحت لي أن أوضحها. كيربي أكد قبل قليل أن عدد القتلى على أرض المطار كانوا 2 من المسلحين وقد أصابهم الجنود الأمريكيون وقتلوهم، فيما أن هناك جندي آخر أمريكي مصاب بإصابات طفيفة. انتهى الوقت أعتقد،
طيب انتهى وقتنا، شكرا جزيلا. يعني كنت بستغل وجودك معنا حقيقة يا بيير وأسألك كل الأسئلة اللي حابة أطرحها فيما يخص الجانب الأمريكي، ولكن إن شاء الله مرة ثانية. شكرا من واشنطن مراسل الحدث بيير غانم. أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن ميليشيا الحوثي مارست الإقصاء والتدمير والتفجير والتهجير والإمعان في معاناة اليمنيين تنفيذا لأجندة إيران. وخلال تلقيه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد، أشار هادي إلى جهود السلام وإفاقة المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2216، مثمنا دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية وكذلك جهود دول التحالف بقيادة السعودية. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين الملاحة والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة. وشدد هادي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي، شدد على التزام الحكومة الشرعية بمساعي السلام في مختلف محطاته وآخرها اتفاق ستوكهولم، منوها إلى عدم التزام الحوثيين بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين باعتبارها تمثل أولى خطوات السلام. خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي وتعزيز اطلاعه بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية. ووجه الرئيس اليمني باتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع الميليشيا الحوثية والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما وجه باستعادة حسابات كافة الوحدات الحكومية إلى البنك المركزي وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين. قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن خسائر ميليشيات الحوثي خلال التصعيد الأخير في مأرب هي الأكبر منذ بدء الانقلاب. الأرياني وخلال لقاء للإعلاميين نظمته دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة أشار إلى أن مأرب استنزفت عناصر وعتاد الميليشيا المنهوب من معسكرات الدولة والمهرب من إيران. الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي الإرهابية منذ بدء تصعيدها الواسع أواخر العام الماضي هي الأكبر منذ انقلابها على الدولة. محافظة مأرب تحولت إلى بؤرة استنزاف لعناصر ميليشيا الحوثي وعتادها الثقيل المنهوب من معسكرات الدولة والمهرب من قبل إيران. يجب على اليمنيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم عدم إضاعة المزيد من الوقت وحشد كل الطاقات والإمكانات خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومين من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران. مشاهدينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث.
أهلا بكم من جديد. كشفت تقارير عن ازدياد معدل عمالة الأطفال في معظم المدن اليمنية خاصة صنعاء وتعز وعدن، وأرجعت التقارير أسباب هذا الازدياد إلى الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية التي دفعت الأطفال إلى ترك المدارس والتوجه لسوق العمل. قساوة الحرب في اليمن يدفع ثمنها بدرجة كبيرة الأطفال الذين قذفتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى العمل وترك مقاعد الدراسة. كل طفل يحكي قصة أسرته التي تعاني ظروفا شحيحة ولا معيل لها. احنا من البلاد نشتغل، تركنا المدرسة نشتغل، الآن شغل حديد نشتغل الأبواب كذا يعني، والمدرسة الآن تدوس نحن نزعل زعلان، بس هذا قد مصدر رزق. الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن وخصوصا في ظل أزمة الاقتصاد العالمي وما تبعها من ارتفاع الأسعار وقلة الدخل لدى الأفراد يلعب دورا كبيرا في تنامي ظاهرة عمالة الأطفال. في السنوات الأخيرة تفاقمت تلك الظاهرة بشكل ملحوظ، إذ بدأ العديد من الأطفال يتدفقون على سوق العمل للعمل في مجالات مختلفة كالمطاعم وورش إصلاح السيارات ومواقع البناء وأعمال البيع في الشوارع وغيرها من الأعمال التي قد يشكل معظمها خطراً على الأطفال، خصوصاً من هم دون سن 15. نحن درنا المدرسة وقلنا نشتغل على الأفراد الأسرة يعني تقريباً حدود 8 و9، لما نشوف الناس يدرسوا معهم دراسات أيش يعني نزعل نندم يعني كيف إذا بطلنا الدراسة ونحن نخرج علشان نطلب الله على الأسر. كما أن توجه الأطفال إلى سوق العمل حرمهم الكثير من حقوقهم على رأسها الحق في التعليم والصحة. والله أصبحوا الأطفال مصدر رزقهم من الورش، لأن أكثر اليد العاملة أطفال لأنهم خرجوا من المدارس بسبب لقمة العيش، لأنه الآن أصبحوا الوسيلة الوحيدة لأبوتهم لقمة العيش، لأنه الظروف الصعبة مع مرور البلد مع الوضع المعيشي اللي نعيشه نحن داخل البلد، لأنه الآن أصبح الطفل يخرج يشقى على أسره. وفي ورش هذه وعدة ورش مش لنا هذه، في مجال النجارة، في مجال الألمنيوم، في مجال السمكرة، يعني يشتغلوا في عدة أماكن. أعتقدهم الآن الأكثر اليد العاملة أطفال. ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة في كل المحافظات اليمنية، لكنها تتركز بشكل كبير في المناطق ذات النشاط الاقتصادي الكبير كالعاصمة صنعاء ومحافظة تعز وعدن وغيرها من المحافظات التي تبحث عن الأيادي العاملة الصغيرة والرخيصة. وبحسب مواد قانون حقوق الطفل في اليمن فإنه يحظر عمل من هم دون سن 14، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه 15، لكن القانون بعيد عن الواقع في ظل أجواء الحرب السائدة. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قد دعت في تقريرها الأخير إلى ضمان حصول المعلمين على دخل منتظم حتى يتمكن الأطفال من مواصلة التعليم والنمو، كما دعت إلى دعم برامج التعليم في اليمن بالتمويل طويل الأجل، وحذرت من ارتفاع عدد الأطفال المعرضين لخطر تعطل العملية التعليمية في اليمن، وقالت إنه قد يصل إلى 6 ملايين طفل. من الرياض ينضم إلينا عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن. قبل أن أدخل معك، ما هو دور المنظمات الحقوقية؟ هل هناك أرقام رسمية لعدد الأطفال الذين خرجوا من مدارسهم وانتهكت حقوقهم من قبل الميليشيات الحوثية ويعملون الآن خارج النطاق التعليمي؟ طبعا الأطفال يمثلون في اليمن 56%، وهي نسبة كبيرة بالنسبة للأطفال الذين تم تسريحهم من المدارس من بعد الانقلاب الحوثي. 4,500,000 طفل، وهذا حسب تقرير منظمة اليونيسف. وأيضا هذه العمالة يعني ذهبت 2 مليون منها
إلى سوق العمل حسب تقارير خبراء اقتصاديين. وازدادت نسبة العمالة في اليمن للعام الماضي وصلت إلى 78%، وفي ازدياد أيضا كامل. أيضا قطاع الرواتب حرم ما يقارب من 5.4 مليون من اليمنيين حرمهم من هذه الرواتب، وأدى أيضا إلى ذهاب كثير من هذه الأسر من أطفال إلى سوق العمالة. وأيضا ذهاب المساعدات الإنسانية الخاصة بالأطفال إلى غير هؤلاء الأطفال نظرا لنهب هذه المساعدات من قبل ميليشيا الحوثية، وأيضا فساد المنظمات الأممية العاملة في مجال الأطفال، خاصة أنها استلمت مبالغ تكفي أيضا لعمل نظام غذائي لهذه الفئة الأطفال. لكن ما زال هناك حسب تقرير أممي 7 مليون طفل ينامون جياع، وستة أيضا مليون طفل أيضا لا يحصلون على الماء، وهناك أيضا 1.8 مليون لديهم سوء تغذية من الأطفال. 400 طفل أيضا هؤلاء مصابين أيضا بسوء تغذية حاد، وأيضا لا يحصلون على طعام يعني إطلاقا، يعني يكافحون من أجل البقاء أحياء. طيب المنظمات الحقوقية، يعني أنتم كمنظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن، كيف تتواصلون مع المنظمات الدولية في الخارج، مع منظمة اليونيسيف، مع سيف ذا تشيلدرن، يعني لرعاية حقوق هؤلاء الأطفال؟ نحن عملنا كمنظمات مجتمع مدني يعني واضح التوثيق والرصد ورفع هذه التقارير بالإحصائيات وقاعدة البيانات إلى المنظمات الأممية من أجل حفظ حقوق هؤلاء الضحايا وإيصال أيضا المساعدة لهم، وأيضا حقوقهم من أجل لا تضيع، وأيضا نوضح من هو الجهات التي ترتكب هذه الجرائم. نحن لا نملك إيقاف الحرب، ولا نملك أيضا يعني حماية هؤلاء الأطفال بالشكل الذي لدينا سلطة تنفيذية. هناك جهات رسمية وهناك منظمات أممية هي المعنية بالذات، لكن نحن عملنا بالميدان كراصدين لعمل توثيق في كل الجرائم التي تنتهك، بالذات التي تتعلق بهؤلاء الأطفال الذين هم أكثر تضررا من هذه الحرب. كذلك في اليمن لا يوجد منظومة يعني حماية لهؤلاء الأطفال، لا يوجد يعني نقصد قانون يجرم عمالة هؤلاء الأطفال، لكن نحن وثق يعني وقعنا اتفاقيات لحماية الطفولة في اليمن مع المنظمات الأممية، والأصل أنه في هذه النزاعات أن تكون حاضرة هذه المنظمات وتعمل على حماية هؤلاء الأطفال بدلا من أن يذهبوا إلى سوق العمالة وأيضا أن يتضرروا بالشكل الكبير. ما يحصل اليوم أن نحن نرسل إشارات واضحة إلى هذه المنظمات المهتمة بحماية الأطفال أن هؤلاء الأطفال لا يصلهم شيء من هذه المساعدات التي وصلت إلى 34 مليار دولار، لم يستفد منها هؤلاء الأطفال بالشكل المطلوب، وكل يوم النسبة تزداد، وكل يوم الوضع الإنساني والمأساوي تزداد، ولا يوجد حتى الآن برامج طيب. واضحة نعم. تشمل مساعدات نعم. من أجل يعني تنمية مستدامة تحول هذا الطفل من مستفيد من هذه المساعدات إلى طيب. أيضا إلى منتج في المجتمع. طيب سيد عمران، يعني وصرهم. التقرير حقيقي لما تحدث عن ازدياد معدل عمالة الأطفال، تحدث عن صنعاء وتعز. إذا ما تحدثنا عن صنعاء تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، تعز فيها نوع من التوتر الأمني، عدن يفترض بأنه تكون الأمور نوعا ما مستقرة، لكن الكثافة السكانية الموجودة في صنعاء ما يقارب 8 مليون، وفي تعز ما يقارب 5 مليون، في إب 4 مليون، لكن في عدن عدد السكان قليل جدا لا يتجاوز المليون، يعني مليون وشوي، لكن الكثافة السكانية موجودة في صنعاء، في تعز، في إب. هذه هي تقريبا نصف سكان اليمن، لذلك العمالة تزداد في هذه الأماكن، وفرص العمل أيضا كثيرة في هذه الأماكن، لكن لا يوجد فرص عمل. مثل ماذا يا أستاذ عمران؟ يعني هؤلاء الأطفال أقل من 14 سنة إيش ممكن يشتغلوا؟ وهل الجهة التي توظفهم ترصدون من هي هذه الجهة التي تنتهك حقوق الطفل وتعمل على توظيفه أو استغلاله؟ حقيقة هؤلاء الأطفال يعملون أعمال أحيانا أعمال يعني شاقة، يعني ابتداء من النجارة، من ورش الحديد، من ورش السيارات، من الحمولات، من أيضا ساعات العمل التي يقضونها في البيع والشراء طويلة جدا،
لا تتناسب مع أعمارهم ومع أجسامهم. هم الجهة التي يعني تقوم بهذه الانتهاكات وبهذه العمالة هي المجتمع بشكل عام. لا يوجد يعني كيان منظم للعمالة أو يدير هذه العمالة بقدر ما هي يعني الفرص التي موجودة نظرا لهؤلاء الأطفال. يعني يأخذون أجر قليل ويعملون ساعات طويلة وأحيانا أعمال شاقة يضطر هؤلاء الأطفال لأنهم لا يجدون يعني مع وضع الاقتصادي وأيضا عدم وصول المساعدة إليهم يضطرون لهذه الأعمال. وأيضا كثير من يعني أرباب الأعمال يفرحوا بهذه الأطفال نظرا يعني لهذه الأسباب. وهذه أيضا مشكلة كبيرة، لا يوجد أيضا قانون يحمي هذا الأطفال ويمنعهم من هذه الأعمال ويقوم أيضا بتجريم هذا العمل حتى الآن. والوضع الاقتصادي والوضع الأمني في اليمن يعني زاد من هذه النسبة. كانت النسبة في 2014 موجودة كعمالة أطفال ما يقارب 47% عمالة أطفال موجودة في السوق، لكن اليوم إلى نهاية 2020 وصلت إلى 78%، وهذا العام أيضا ازدادت بنسبة كبيرة، وهذا شكل خطر كبير ما لم توقف هذه الحرب أو يعني تدارك الأمم المتحدة حسب الاتفاقية. نعم. بحماية هؤلاء الأطفال علينا تدخلوا بهذه الأشياء كما يجب إيصال المساعدات إليهم ليتمكنوا أيضا من تعويض. نعم. وينقصهم من غذاء ودواء وصحة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. يعني نتمنى السلامة لأطفال جميع العالم وأيضا للأطفال في اليمن. من الرياض كان معنا عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الحقائق لا تأتي في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. التاسعة عشرة اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
أهلا بكم من جديد. أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيقه 70 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر يوليو الماضي. وقال المركز في تقريره الشهري إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 8 مدنيين، تسببت ميليشيات الحوثي بمقتل 4 منهم، وتم رصد إصابة 41 مدنيا بينهم 8 أطفال وامرأتين. تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 15 منهم بينهم 5 أطفال وامرأتين. توثيق 3 حالات اختطاف وإخفاء قسري وحالتي انتهاك لحرية الرأي والتعبير. تم تسجيل 16 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضرر منزلين بشكل كلي و3 منازل بشكل جزئي و5 مركبات بقصف حوثي. وتطرق التقرير لتزايد حالة الفوضى والانفلات الأمني التي سادت المحافظة وتنامت بشكل كبير، وقيام ميليشيا مسلحة متفرقة في المناطق المحررة بالاستيلاء على الأراضي وبعض الممتلكات العامة. أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث منطقة بئر باشا التي قتل فيها 4 أشخاص من أسرة واحدة. جاء ذلك عقب سلسلة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالقصاص من قتلة أسرة المواطن محمد علي الحرق. وذلك المركز وقال عفواً المركز الأمني أن مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي شكل لجنة للتحقيق في أحداث بئر باشا الأسبوع الماضي من قبل عصابة نهب أراضي. كما أصدر مدير شرطة تعز قرارين بإيقاف العميد جميل عقلان قائد قوات الأمن الخاصة. وفي تعز أيضا بدأ العام الدراسي الجديد في مدارس مدينة تعز البالغ عددها 128 مدرسة، تم تأهيلها لاستقبال أكثر من 450 ألف طالب وطالبة. وأوضح نائب مدير مكتب التربية والتعليم في تعز بجاش غالب المخلافي أن مدارس المدينة استقبلت أعدادا إضافية من الطلاب النازحين من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثي، رغم الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة وفي مدينة تعز، وأبرزها عدم توفير الكتاب المدرسي. هناك نزوح طلاب من مناطق غير المحررة إلى المناطق المحررة، من محافظات غير محررة إلى محافظة تعز، ونحن نعمل في محافظة تعز على استيعاب كل الطلاب سواء كانوا من محافظة تعز أو من قبل محافظة أخرى. هناك صعوبات كبيرة ما زالت تواجه العمل التعليمي في تعز نتيجة الحرب. الكتاب المدرسي، أبناءنا الطلاب بحاجة ماسة إلى الكتاب المدرسي على مدار الثلاث الأربع سنوات السابقة. عملنا جهود كبيرة لمعالجة هذا الجانب. استقبلنا العام الدراسي هذا برسوم يعني أسعار غالية مرتفعة جدا. المدارس الحكومية يعني هي تمام المدارس الحكومية، لكن بالإضافة يعني التي يعني الازدحام الطلاب، ثانيا نقص المدرسين، الكادر الدراسي عندهم يعني ما فيش مدرسين يعني كثير. استقبلنا هذا العام الدراسي سبب زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، يعني زادت عن السنة الأولى الرسوم. يعني قبل الحرب كان عنده فيه اهتمام في كوادر تمام يعني مهتمة، الآن حتى لو في كوادر تمام مع الدرس هذا كالتدريس اللي كان من قبل، يعني والسبب الرواتب، ما في رواتب. فكثير من أولياء الأمور اتجهوا نحو المدارس الأهلية الخاصة نظرا للكثافة الطلابية داخل الفصل الواحد. ثاني الأسباب، هناك في نقص وعجز في المدرسين في المدارس الحكومية. المدارس الخاصة رفعت تقريبا أكثر من 50% على السنة السابقة، مواصلات، رسوم كتب، رسوم دراسية، مما اضطرينا احنا ما استطعناش ان احنا نواكب هذا الغلاء. لذلك اتمنى من المسؤولين والقائمين على العمل التعليمية انهم يهتموا بالمدارس الحكومية ويوفروا الكادر التربوي ويهتموا بالمعلم.
مع بداية العام الدراسي الجديد، كشفت مصادر تربوية في صنعاء فرض ميليشيات الحوثي رسوماً غير مسبوقة على طلبة المدارس في مناطق سيطرتها تحت مبرر دعم المعلمين الذين توقفت الميليشيات عن صرف مرتباتهم منذ 5 أعوام. ميليشيات الحوثي تكشف كل يوم عن حالة جشع وجنوح نحو المزيد من الجبايات واستنزاف مقدرات اليمنيين المالية بذرائع مختلفة. هذه المرة يستهل الحوثيون العام الدراسي بفرض جبايات غير مسبوقة على الطلبة في مناطق سيطرتهم. صندوق دعم المعلمين وسيلة أخرى ابتكرتها الميليشيات لابتزاز أولياء أمور الطلبة، حيث فرضت على كل تلميذ دفع 1500 ريال شهرياً لصالح هذا الصندوق، الذي فرضت لصالحه أيضاً رسوماً بنسب متفاوتة على مختلف البضائع المستوردة والمنتجة محلياً وفواتير الاتصالات والخدمات. إجراء حوثي يأتي في وقت تواجه العملية التعليمية في مناطق الميليشيات عاماً مأساوياً، مع استمرار توقف دفع رواتب المعلمين للعام الخامس وإحلال عناصر الميليشيات في القطاع التربوي على نطاق واسع لنشر فكرها الطائفي. تقارير أممية أشارت إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل يمني لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام، وأن العدد مرشح للزيادة في ظل الفقر المدقع الذي يعيشه غالبية السكان. ورغم تراجع فرص الالتحاق بالتعليم، أعرب مواطنون عن قلقهم على أولادهم من الالتحاق بالمدارس الخاضعة للميليشيات بعد أن أصبحت بؤراً لنشر الفكر الطائفي المتطرف وتلغيم التلاميذ بثقافة الكراهية والعنف ومراكز تجنيد للأطفال. زعيم التمرد عبد الملك الحوثي كان وجه بسرعة إجراء ما سماه تصحيح مسار العملية التعليمية، دعوة فسرت على أن من شأنها منع من يعارضون الميليشيات من العمل في قطاع التعليم واستبدالهم بعناصر حوثية، ثم إحكام السيطرة على هذا القطاع الحيوي وتسخيره لخدمة مشروع الحوثي الطائفي المدعوم من إيران. من القاهرة ينضم إلينا المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي. أهلا بك معنا سيد يحيى. سيد يحيى، كيف يمكن مواجهة هذا التدمير الحوثي للمناهج التعليمية وللعملية التعليمية في اليمن؟ طبعا جماعة الحوثي بإعلانها الأخير هو نوع من الالتفاف والتنصل عن مسؤوليتها، لأنها كسلطة أمر واقع القانون الدولي يلزمها بدفع مرتبات المعلمين، باعتبارها سلطة أمر واقع يجب أن تدفع مرتبات المعلمين وكافة الموظفين المدنيين. جماعة الحوثي انقطعت المرتبات في مناطق سيطرتها منذ 2016، وهي حاولت أن تزج بالكثير من عناصرها بدلاً عن المعلمين إلى المدارس، تدخلهم إلى المدارس بدلاً عن المعلمين الذين امتنعوا عن الذهاب إلى المدارس والمراكز التربية والتعليم لأنهم لا يتقاضون أي مرتبات. طبعاً استمرار انقطاع المرتبات كان له تأثير كبير وأدى إلى تسطع في بنية النظام التعليمي في اليمن بشكل عام، وساهم في التأثير على الهوية الوطنية للتعليم في صنعاء وما حول صنعاء، وأيضا على طابعها المدني. التعليم في صنعاء وما حولها لم يعد اليوم معنيا بالمعرفة وبالتثقيف وبالحياة، وإنما أصبح معني بثقافة العنف والكراهية وكيفية تحويل هذا الجيل من اليمنيين الأطفال، الجيل الناشئ، إلى جنود للمستقبل يمكن حشدهم إلى جبهات القتال. للأسف الشديد الاستمرار في انقطاع المرتبات كانت له تداعيات مقلقة، هذه التداعيات انعكست على صورة زيادة متصاعدة في نسبة تجنيد الأطفال إلى الحرب. جماعة الحوثي تعلم أهمية أو تدرك أهمية قطاع التعليم،
ولذلك هي تحاول إدخال الأيديولوجية الخمينية وفكرة أو أيديولوجية ولاية الفقيه. طب هي تعمل على ذلك منذ فترة يا سيد يحيى. يتحدث الحوثيون في صنعاء عن هي تعمل على ذلك منذ فترة، يعني هذه الأيديولوجية نتحدث عن أجيال قادمة، كيف يمكن مواجهتها وقطع الطريق على الميليشيات الحوثية من زرع هذه الأيديولوجية في جيل قادم؟ للأسف الشديد ليس هنالك من حل إلا من خلال نظام دعم دولي وإقليمي وبتدخل من المجتمع الدولي، بحيث يستطيع أن يخلق مساحات آمنة للتعلم في اليمن وفاء بالمعايير التي التزمت بها هذه الدول. نحن نحث المجتمع الدولي وأطلقنا مبادرات كثيرة ونداءات كثيرة من أجل تدخل المجتمع الدولي والتحدث علنا عن تسييس الحوثي للتعليم وتحويله إلى رافد ثري للحرب، وجمع كافة الأطراف للاتفاق على أن التعليم يجب أن يظل بطابعه المدني وهويته الوطنية، ومع منهج يرسخ لثقافة السلام والاستقرار وليس لثقافة العنف وما يسمى في الثقافة الإيرانية خلق مجتمع الحرب. للعلم جماعة الحوثي تحرص بداية كل عام، هذا العام العام الجديد، هي أدخلت تغييرات جديدة على المنهج الدراسي. هذه التغييرات تتم وفقا لما يريد الولي الفقيه للأسف الشديد في إيران، وبحيث تجعل التشيع فوق الهوية الوطنية، وتجعل الثقافة وتجعل التشيع هو أساس الثقافة الدينية وليس الإسلام. هم الآن يتحدث يعني يركزون على إقناع الطلبة بأنه لكي تكون مسلم بالطريقة الصحيحة يجب أن تكون معتنقا للفكر الحوثي ومعتنقا لمبدأ ولاية الفقيه. للأسف الشديد ما يتم في صنعاء حاليا طيب في اليمن مدارس خطير للغاية. طيب سيد يحيى، هناك ما يسمى ب سيد يحيى أنت تحدثت عن نقطة هامة، مسألة التشيع. طيب المفروض أنه في اليمن تكون في أيضا يعني جانب آخر، في هناك الجانب السلفي، في هناك الجانب الشافعي، وينهم؟ للأسف الشديد جماعة الحوثي تجمع كل الأصوات ولا تسمح لأي آراء أو لأي جماعات أو لأي حزب بأن يمارس عمله في التوعية والتثقيف. هي عملت على خلق واقع فكري واجتماعي جديد وتحرص هذا الواقع بقوة. طيب. السلاح، لأنها تدرك أن السيطرة بالسلاح لن تدوم طويلا، وبالتالي لابد من تعزيز السيطرة عن طريق سيطرة الفكر. طيب سيد يحيى، والعلمي والفكري. طيب سيد يحيى، الآن في مناطق يعني مناطق سيطرة الشرعية تختلف عن المناطق التي مسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أنا أريد أن أتأكد من هذه المعلومة، هناك مناهج مختلفة مثلا في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية عن المناهج التعليمية التي في سيطرة الحكومة الشرعية على سبيل المثال عدن؟ المناهج الحوثي وضع له مناهج خاصة، أدخل تغييرات كثيرة على المناهج التي المناهج السابقة. مين يعتمد له هذه المناهج؟ المحررة التي تحكمها الشرعية توزع 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 المناهج السابقة، لكن طيب جماعة مين الحوثي يعتمد للشرعية؟ أدخلت تغييرات على المناهج السابقة وتوزعها. الميليشيات الحوثية الآن لما تيجي تغير المناهج وتحط مناهج جديدة، خصوصا فيما يتعلق في مسألة التاريخ ومسألة الدراسات الإسلامية، مين يعتمد لها هذه المناهج؟ أي جهة عليا تعتمدها؟ هم لا يتعاملون مع وزارة معهم ما يسمى بحكومة الإنقاذ، ويعتبرون نفوسهم حكومة ودولة يعني غير الدولة الشرعية، ويمنحون الشهادات إتمام الثانوية والأساسية، وأيضا يصدروا الكثير من الطلاب
بناء على هذه الشهادات إلى الدول التي ستقبلهم مثل إيران والعراق ولبنان، يلتحقوا بهذه الجامعات بناء على الشهادات التي يحصلوا عليها من جماعة الحوثي. طب هل هم يستنسخون هذه أن يلتحقوا بالجامعات الأخرى في الدول الأخرى؟ طيب أنا عندي سؤال واحد، لأنه فعلا أنا بيقولوا لي الوقت انتهى الآن. المناهج هذه هل الحوثي يقوم على تصميم هذه المناهج، أم هي مناهج يأتون بها مثلا من لبنان، أم هي مناهج يأتون بها من إيران ويقومون بتعريبها باللغة العربية للمناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، يعني معتمدة من إيران؟ هذا قصدي. كانت النقابك اتكشفت أن عن وجود فريق خبراء من الإيرانيين يشرف على نقل السياسة التربوية إلى اليمن وإدخال التغييرات. يوجد مع يحيى الحوثي ما يسمى بوزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ فريق خبراء إيرانيين. هذا الفريق هو الذي يشرف على إدخال التعديلات وعلى نقل السياسة التربوية الإيرانية إلى اليمن، ويعني بعد وإدخال التعديلات المطلوبة. جماعة الحوثي ملتزمة بما يمليه عليها هؤلاء المستشارين، وهي تواصل كل عام تضيف تغييرات جديدة، وكل عام يقترب المنهج الدراسي من مشابهة المنهج الدراسي في لبنان وفي العراق وفي إيران. هي لم تدخل التغييرات مرة واحدة، وإنما تعمل بالتدريج حتى لا يحدث نوع من الاعتراض من أولياء الأمور. فهي تدخل كل عام تغييرات جديدة وتعمل على هذا بهذه السياسة. شكرا جزيلا، اتضحت الصورة. أستاذ يحيى انتهت الساعة، شكرا لك. يحيى اليناعي من القاهرة، المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.